ضمن الإيقاعات المهمة اللي داخل ضمن الإيقاعات العراقية، حتى أعطيكم نموذج قبل ما ننهي على الأمسية. جورجينا تدلل. طبعا الإيقاعات الأساسية اللي داخلة في ضمن المقام العراقي هو إيقاع الإيقروك اللي هو 12/4، وأيضا إيقاع جورجينا اللي هو 10/16، وكذلك إيقاع السنجين السماعي اللي هو 6/4. هذا الإيقاعات دائما نشوفها، يعني دائما ترافق القارئ المقام العراقي والأغاني البستات العراقية. فراح أبدي بالإيقاع الجورجينا الثقيل، وقلنا هو اللي 10/16، أكيد الإيقاع كلكم سامعين. هذا إيقاع جورجينا. بعدين أكو إيقاع جورجينا الثقيل اللي هو يبدو نفسه بس لكن بطيء يعني. بعدين عندنا إيقاع السنجين السماعي اللي هو 6/4، اللي أيضا هاي الأغنية غنيتها على إيقاع السنجين السماعي اللي هو. طبعا الإيقاع يعني تقريبا 80% من أغاني البستات العراقية اللي نسمعها لهذا الإيقاع هو السنجين السماعي. بعد يجي الإيقاع اليقروك اللي هو 12/4. هاي النماذج البسيطة اللي تحدثت عنها، وإن شاء الله نلتقيكم محاضرات قادمة تكون أوسع وأوضح لكم إن شاء الله، وشكرا لكم مرة ثانية.